ولد في عام 1950 وعاش طفولة قاسية وصعبة في عمر لا يتجاوز 11. طفولة كتير كان فيها عذاب، لأنه ابن لاجئ أرمني وأبوي مات صغير وما كان عندنا إشي، وإحنا من مواليد السيل زي ما أنت عارف. بس الحمد لله بالإرادة وبالمتابعة بالتصميم وصلنا الحمد لله. كنت تبع هارد روك موسيقي، هيبيز ما هيبيز، كان شعري طويل، كنا نلعب للبيتلز للرولينج ستونز. بس بعدين فكرت انه الموسيقى مش راح يوصل لي للملك حسين، فتركت الموسيقى بلشت بالتصوير، والحمد لله التصوير زي ما انا فكرت وصل. ابوي اصر اني اشتغل خياط وانا بكره الخياطه، شو بدي بهالشغله، بزهق تقعد على الكرسي وتضلك تخيط وإشي، لغايه ما عملت مليون مشكله لحتى طرني. ما هو كل ما اعمل مشكله ما مش عم بطرني صاحب المحل، لانه صاحب بكون صاحب ابوي. فاضطريت يوم الخميس كان في عرس لواحد وعاملين له البدله، قلت ما في غير اقص له هالبدله من نصه، بس يجي العريس خليهم يتضابشوا مع بعض مشان يطرني. وهذا اللي صار، يعني اجى العريس شاف انه بدلته مقسومه تنين هيك، صار يتهوش مع صاحب المحل معلمي طبعا. وبعد ما روح ناداني قال لي روح، لا بدي اشوفك ولا بدي اشوف ابوك. قلت له شكرا. هجر زهراب الموسيقى والخياطة وبدأ مسيرة الألف ميل ليصبح مصورا لجلالة الملك الحسين رحمه الله، فكانت بداية متواضعة.